ما يهمنا الآن ونحن نحمل حقوق بث الدوري الإسباني وذلك حصريا على قنواتنا هو القرار الذي جاء مؤخرا والذي سلط عليه الضوء من طرف الصحافة. إذن مثل ما نشاهد مع ماركا بأن الاتحاد الإسباني يعلن في بيان تعليق جميع مسابقات ابتداء من 16 مايو المقبل بسبب خلافات مع الحكومة. كذلك ليكيب تحدث إذن حول هذا الموضوع وتوقف البطولة إذن بداية من 16 مايو المقبل. إذن خبر غير سار كابتن أبيدال أن تتوقف البطولة هكذا قبل نهايتها بحوالي 3 جولات. ما الذي يحدث في إسبانيا؟ هل الأزمة وصلت إلى كرة القدم؟ لا، هي ليست أزمة، أزمة كرة قدم. أنا عشت ذلك في اليونان وهي أمور تحصل في الدوريات الأوروبية. للأسف ذلك يحصل كذلك في الإسبانية وهو أمر ساذج. لماذا؟ ما هي الأسباب؟ أنا لا أعلم، ربما ستتوضح الأمور. ولكن كرة القدم تبقى رياضة رائعة وعمل رائع بالنسبة للاعبين، ومن المؤسف أن توقف هذه الفرصة الطيبة في نهاية الموسم. كابتن بلال، شكرا جزيلا لك.